طيب سؤالي الأخير، هل ترى أن الساحة الحزبية الآن، وضع الأحزاب الموجودة في مصر، يمكن أنها تغير جلدها أيضا وترتب نفسها من الداخل وتبتدي بقى تستقطب الشباب وتستقطب المنتمين والمتطلعين إلى المشاركة السياسية، ولا إحنا محتاجين برضو زي ما قلنا 25 يناير خط يلغي كل ما قبله، إحنا محتاجين شكل حزبي وساحة حزبية وأحزاب جديدة؟ لا، أنا طبعا طبعا عندما تتحول مصر إلى نظام ديمقراطي حقيقي ده بيفرض تحدي على كل أحزاب القائمة. تمام. إنها تعيد صياغة، طبعا كل حزب يستطيع، أنا مش عايز أذكر أسامي، كل حزب يسأل نفسه كم أسهم في هذه الثورة، وبالتالي ممكن يعيد بناء نفسه وتنظيم نفسه. تمام. وتنظيم قواعده. إنما الأهم من ذلك أنه من الطبيعي جدا في مثل هذه الفترات أن يحدث انفجار في الأحزاب السياسية. يعني أنا أتصور مثلا ممكن يطلع في مصر كمان 10 أو 20 حزب، بس 20 حزب حقيقي يعني، مش المهم شكلهم مش الأحزاب إياها. اللي هي الأحزاب في مناخ ديمقراطي، الأحزاب اللي تظهر مجرد الإختار، مش لجنة شؤون الأحزاب ولا غيره. السؤال، وحتى زميل المخرج بيقول لي يعني فكرة الأحزاب دلوقتي في هذه المرحلة الانتقالية اللي سميناها استثنائية لفترة، فسميناها عنق زجاجة، كل حزب بيعمل ايه دلوقتي؟ يعني أنتم كحزب هل تعيدون صياغة شكلكم ودوركم وتواصلكم مع الجماهير، ولا بتحضروا من دلوقتي مرشحكم للرئاسة؟ لا تمام تمام تمام. أولا نحن كحزب، أولا أنا أدان حزب جبهة الديمقراطية كان في مقدمة الأحزاب التي لعبت دور أساسي في هذه الثورة بالذات من خلال كوادير الشاب. وخد بالك إحنا الحزب الوحيد الذي قطعنا الانتخابات واللي دعينا واللي كنا شايفين أن هذا النظام متآكل بلا شك. نمرة اثنين، نحن قررنا في مكتب تنفيذي أخير فقط من أمس أن نعيد هيكلة الحزب بالكامل من زاويتين. أولا إدخال عنصر الشباب اللي ظهر في هذه الفترة بشكل أساسي جوه الهيكل، في جوهر الهيكل لتنظيم الحزب، نمرة واحد. ونمرة اثنين أن احنا نعد أنفسنا بسرعة للانتخابات القادمة، لأنه بما أننا يعني احنا كنا الحزب الذي قاطع الانتخابات في النظام السابق، الآن ونحن على يقين أن في ديمقراطية حقيقية في مصر، فنحن نعيد بناء الحزب ونبدأ الآن لكي نعد أنفسنا للانتخابات، وسوف نسعى إلى أن يكون لنا مرشحين في معظم الدوائر إن شاء الله. تمام. ماذا يفعل الحزب المصري الآن؟ طبعا احنا في مرحلة إعادة البناء من يمكن من شهور سابقة حتى على يناير، في فكرة توسيع القاعدة ودعوة الجميع، حتى كل من هاجر من الحزب الناصري وغادر لأي سبب انتخابي أو سبب تكتيكي أو سبب شخصي عليه أن يعود الآن، لأن احنا في مرحلة إعادة بناء. احنا أجلنا الانتخابات الحزبية إلى أجل غير مسمى حتى ننتهي من استكمال العضوية بأكبر قدر ممكن، تستوعب لأن احنا اكتشفنا طاقات، اكتشفنا شبابنا اللي احنا ما كناش رصدينه كويس وما كناش مقدرينه كويس. صحيح. انا اكتشفت مثلا انه في اليومين الاولاني كان في 100 معتقل من الحزب الناصري، من اعضاء شباب الحزب على مستوى الجمهورية. ده شيء خلانا يوسع مدركنا في ان الناس دي تاخد مساحتها ووجودها في المساحة الحزبية والمواقع الخيرية. طبيعي. اثنين، احنا مقبلين على عملية تحديث للخطاب السياسي بتاعنا وتعديلات في البرنامج وتعديلات في اللوائح، بحيث نحن نقدر نستوعب المرحلة الجديدة. أيضا نحن الآن ندعو كل القوى الجديدة أن تستكمل بنيانها الحزبي. احنا عايزين، مش عايزين حد يعملنا بره بنيان الحزب، عايزين الإخوان المسلمين يعجلوا بإعلان الحزب من الآن 25 يناير، شباب يناير، إما أنه يدخل في الأحزاب المتاحة أو يشكل أحزاب جديدة حسب ما يرى وحسب ما يتفق، حتى لا يقفز عليه أحد ولا يزايد عليه احد ايضا، ومن الان. وعلشان كده بقول انه احنا محتاجين الفتره الانتقاليه دي انه الاحزاب تاخد فرصتها، بما فيها حزب الوسط اللي لسه اول امبارح معلن عنه، ياخد فرصته في انه يثبت وجوده علشان تكون هناك منافسه حقيقيه من اجل المستقبل. طيب سؤالي لحضرتك بقى عشان ما فيش تحيز، سؤالين. اولا، هل حزب الوسط هو حزب الاخوان المسلمين بشرطه؟ بص اولا احنا تعال حضرتك زي الاتوبيسات كان 101 لا 101 شرطه بيروح حته ثانيه. احنا طبعا يعني على الرغم من ان احنا اول واخر حزب، احنا اول واخر حزب طبعا. ليه؟ اول حزب ينشا بعد الثوره بحكم محكمه، واخر حزب في تقديري ينشا وفقا لقانون الاحزاب الايه اللي هيتغير ده. تمام. وبالتالي فنحن اول واخر حزب، مش اول واخر حزب يعني الحزب اللي ما حصلش يعني. وعلى الرغم من ان شعرنا في المرحله اللي فاتت كلها بالذات في اثناء الثوره، وكنا يعني يوما بيوم تقريبا كنا يعني لا نغادر يعني اي يعني، طبعا الدكتور اسامه كان بيشرفنا دائما في معظم الاجتماعات اللي كانت بتحصل عندنا في مقر الحزب، احنا كنا حزب تقريبا بيمارس انشطته حتى بدون رخصه يعني على مدى 15 سنه اللي فاتت يعني. رافعين شعار الوطن
قبل الأيديولوجيا. يعني احنا الحقيقة يعني احنا اكتشفنا نفسنا واكتشفنا الشعب المصري واكتشفنا مصر في هذه الثورة خلاص، وبالتالي احنا متمسكون تماما، وبالتالي احنا بنقدم مصر اولا ثم الحزب بعد ذلك. هيك شيء رائع. خلاص فين اجابت السؤال؟ ما انا جاي لك اهو. طيب تمام اللي فات كان تتويه بس تمام. سؤالك هو هل احنا الاخوان المسلمين بشرطه؟ لا احنا مش الاخوان المسلمين واحنا مش شرطه خلاص. لا مش شرطه بمعنى شرطه بس اللي هو يعني اخوان واحد واخوان اثنين. انا بجاوب احنا حزب مستقل له افكاره المستقله وله شخصياته المستقله منذ 96 لغايه النهارده. احنا اول محاوله لينا كانت هي يناير 96، ثم ثاني محاوله في 98، ثم ثالث محاوله في 2004، ثم رابع محاوله في 2009 اللي انتهت بحكم من محكمه القضاء. ايديولوجيات ومرجعيات سياسيه ولا دينيه؟ لا احنا مرجعيتنا الدستور، مرجعيتنا الدستور بكل ما يحمله الدستور من معنى، من الماده الاولى الخاصه بالمواطنه يعني والحريه والمساواه، والماده الثانيه الخاصه بالشريعه الاسلاميه، وكل مواد الدستور، خصوصا ان اقدر اقول الدستور بالفم المليان دلوقتي بعد التعديلات اللي هتحصل في الاخيره دي. احترم الاجابه برضو مع ان يعني ليه يفهم في بطن الشعر زي ما بيقول معنى في بطن لا الشعر. لا 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 احنا ما عندناش بطن ولا بر، احنا عندنا كل حاجه واضحه جدا بالعكس. يعني هل لو في توجه ديني في هذا الحزب هل هناك الان اصبح ما يعيب ان انا اعلنه؟ ما خلاص بالعكس بالعكس. احنا ممكن تقول لي لا احنا ما لناش اي مرجعيه دينيه، احنا حزب سياسي 100% او 100%. احنا يرى المتدينون فينا اننا نلبي مطلبهم وافكارهم، ويرى العلمانيون فينا أننا نلبي لهم كثير من الأفكار وكثير من المطالب، ويرى كثير من المصريين الذين يقفون بين هذا وبين ذاك. يعني إحنا عندنا زاوية واسعة جدا 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 تحتمل هذا كله وتستوعب هذه الأفكار، لأن إحنا مرجعيتنا هي مرجعية حضارية، ما هياش يعني مرجعية حزبية ضيقة. أنا عن نفسي فهمت وأتمنى المشاهدين يكونوا فهموا. سؤال اثنين جماعي وأرجو ألا تكون الإجابة من سيختاره الشعب المصري، من رئيس جمهورية مصر العربية القادم؟ لا قطعا لا قطعا اللي يختاره الشعب المصري. طب من سيختاره؟ لأن لو قلناها دلوقتي يبقى قطعا. لا أنت لو راح بكرة صندوق الانتخابات ببطاقة الرقم القومي. لا أنا أؤكد لك إنه قبل سنة الشعب الأمريكي ما كانش عارف إن أوباما هيبقى رئيسه أبدا، لأن دي الديمقراطية. وإذا أنا قلت واحد دلوقتي يبقى أنا لسه إحنا ما تكيفناش مع حقيقة الديمقراطية. لكن أنت مش هسألك مين هو، لكن هل بمنتهى الأمانة في ذهنك شخص ترى انه سيكون رئيس الجمهوريه؟ مش لازم تفصح عنه. لا في الحقيقه لا لا ليس. لا هو بالقطع لازم يبقى فيه صيغه مستبعده تماما من رئاسة الجمهوريه، الا وهي صيغه التواصل مع الماضي، مع مش مع الماضي بس مع الماضي، مع امريكا، مع اي حد يرى في مصر يمكن ان تكون ضيعه من ضيعاته أو 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 جزء من مكوناته. طبعًا. لكن في النهاية يظل الاختيار للشعب الذي سوف يختار بوعي شديد جدا وعبقري جدا الرئيس القادم. أنا بقول لك وهنفكر بعض يا رب إن شاء الله بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أنا هضم الاثنين لبعض. أنه ستنشأ وستخرج كيانات جديدة وستنهد وستقع كيانات كبيرة قائمة. وسوف ترى الأيام ميلاد أشخاص جدد لهم من الكاريزما والقدرة والفكرية والخطابية والوعي الكبير الكثير. أنا سؤالي هيك أنت شخصيا مش مين رئيس الجمهورية، مين رئيس الوزراء القادم؟ وسترى أفول وسترى أفول شخصيات كبيرة كبيرة جدا ستأفل، بعضها أفل والبعض الآخر سيأفل. الأيام القادمة حبلى بالأحداث، سوف تتغير الدنيا وسوف يتغير المشهد السياسي وسوف نشهد مفاجآت، وسوف تبدي لنا الأيام أو ستبدي البيت بيقول كده يعني ستبدي لك الأيام ما كنت جاهل ويأتيك بالأنباء من لم تزوجي. بارك الله فيك. انا بس عايز اقول لك حاجه برضو في الاخر قبل ما عشان انا النقابات هتعمل وقفه احتجاجيه هنا قبل ما تنهي. اتفضل. انا نفسي نرجع لمشهد او لوضع المشاهد المصري فيه يتجه ليشاهد التلفزيون المصري القناه الاولى والقناه الثانيه، ما يروحش للقناه الاخرى مش عايز اسميها، وده حصل خلاص، وانما يبدا بالفعل يشاهد
ويرى نفسه ويرى حياته ويرى صدقه. وبنشتري الاهرام كمان وبنعتز بيها. عمره ما هيحصل غير لما المشاهد يلاقي اللي هو عايز يسمعه في التلفزيون. عمرنا بالوطنيه بس مش هتحصل. في الفتره الاخيره حصل الحقيقه. بارك الله فيكم. شكرا. لا والحقيقه ولا خلاص بلاش مش مهم. بلاش انا قلت يا دكتور بلاش بلاش انا ساكت اهو. بس احنا كنا بنناوش في البيت بتاعك شويه. بس كنت معانا في البيت بتاعك هنا. بيت بيتكم جميعا والتلفزيون المصري يا رب دايما يفضل بيتنا جميعا. شرفتنا يا استاذ صالح. شكرا سامح بيه. شكرا يا دكتور خطوه عزيزه. بعد الفاصل وفيه بعض الاعلانات بالاضافه ل النزعه الوطنيه في الاغاني الممتعه خلال هذه الايام، ثم نستمع الى الزائر الجديد في الحياه السياسيه واقتحامه في الحياه السياسيه لانه رافد مهم، وهي فكره النقابات المهنيه في مصر.